مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أولى حلقات بودكاست أوراق زمان على مدار 21. في حلقة اليوم نناقش موضوع حزب الاستقلال الذي طبع الحياة السياسية المغربية لعقود طويلة وساهم في صناعة العديد من الأحداث السياسية البارزة. ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف الدكتور عادل بن حمزة، الناطق الرسمي السابق باسم حزب الاستقلال. مرحبا بك سيد بن حمزة. مرحبا سيد شاب، شكرا على الدعوة وشكرا على تخصيص هذه الحلقة الأولى لحزب الاستقلال، ومرة أخرى شكرا وسعيد بالحضور معكم. مرحبا سيد عادل بن حمزة. سيد بن حمزة، حتى نحيط بتاريخ حزب الاستقلال، وربما جرت العادة سياسيا أن الأحزاب تتأسس من خلال مجموعة من المحطات، تكون هناك أرضية سياسية واضحة، تكون اتفاق بين مجموعة من الأفراد. هل ينطبق الأمر نفسه على حزب الاستقلال، أم أن المناخ السياسي الذي جاء فيه والذي نشأ فيه والمطبوع بوجود مستعمر الفرنسي في المغرب، هل أثر على نشأة وولادة حزب الاستقلال؟ هو بطبيعة الحال النشأة بطبيعة الحال كانت بداية، كنت كلموا يعني النواة الأولى كانت في 1925 إلا بغينا نرجعوا للوراء. بطبيعة الحال تبلور ديال الفكرة كهيئة منظمة كانت مع كتلة العمل الوطني، ومن بعد 37 مع الحزب الوطني، ثم في 44 حزب الاستقلال. ولكن الأجواء الأساسية اللي كانت في المغرب بطبيعة الحال في نهاية العشرينات هي واحد الوضع ديال البلاد تحت الاحتلال، وبالتالي الفكرة الأساسية اللي كانت هو كيف يمكن للمغرب أن يتخلص من الاستعمار الفرنسي، وكيف يمكن بناء دولة وطنية بطموحات كبيرة. ولكن هذا كله كان في واحد السياق ديال أن المغرب خارج من يعني من يعني عملية التحول الحضاري والثقافي والفكري كانت بطيئة جدا، وأن النخب كانت قليلة، وكانت أغلبها نخب تقليدية، ولهذا الحركة الوطنية النواة الأولى كانت في القروية في فاس. ولكن أيضا هذا الطابع هذا خلى واحد نوع من 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 صراع في 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 بناء الفكرة الوطنية. ما خصناش نساو بأن المراكز الحضارية اللي كانت في ذيك الوقت، تنتكلموا على الرباط، تنتكلموا على سلا، تنتكلموا على مراكش، تنتكلموا على فاس، أن هذه المراكز كانت مهيمنة فيها إلى حد كبير النزعات الطرقية، والطرق كان عندها واحد الفكرة قدرية أنه الاستعمار وكأنه قدر، وأننا يجب أن نسلم القدر، وأننا من ممكنش نتجاوز الإرادة ديال هذا قدرنا وهذا مصيرنا. وهذا الشيء كان الاستعمار بطبيعة الحال كيستثمر فيه، لأنه كيرسخ الوجود الاستعماري في بلادنا. إذا كانت النواة الأولى للحركة الوطنية تقاوم هذه الفكرة، ولهذا المشروع في البداية كله كان مشروع ديال الاستقلال وديال التحرير أولا، والاستقلال فيما بعد. وغادي تبان من خلال يعني المطالب اللي دارت الحركة الوطنية أنه النواة ديال التصور ديال الدولة ما بعد الاستعمار، ما بعد التحرير، كان كيبدا كيتبلور من مطالب الشعب المغربي ومن المطالب المستعجلة اللي تقدمت من بعد إلى وثيقة المطالبة بالاستقلال. إذا كان واحد التصور، بطبيعة الحال المغرب تعرض إلى تقسيم بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء إلى إسبانيا في الشمال وفي الجنوب، طنجة منطقة دولية، الوسط المغرب تحت الهيمنة الفرنسية، وبالتالي كان الهدف الأول بعدها هو التوحيد. كان الهدف والغاية الأساسية هو التوحيد ديال المغرب، ثم بناء دولة عصرية ديمقراطية، وهذا جزء من المطالب اللي كانت في الوثيقة ديال مطالب الاستقلال. ولهذا الفكرة الأولى كانت هي أولا التحرير والاستقلال، وبالتالي الظروف مشروع المجتمعي وغيره هادشي تبلور فيما بعد. ولكن المرحلة الأولى كان هو التحرير بصفة أساسية، ونشر الوعي الوطني والانتباه إلى الخطورة ديال الاستعمار في المغرب. نعم، ربما المغاربة انتبهوا للخطورة الاستعمار يعني منذ البداية الأولى وفرض الحماية، وداك الشيء اللي كان من خلال المقاومة المسلحة اللي ظهرت مجموعة من المناطق. واش ممكن نقول بأن المقاومة السياسية جاءت على أنقاض
المقاومة المسلحة أم أنها استلهمت الفكرة منها؟ هل كانت تأثرت بالمقاومة المسلحة التي كانت أساسا في القرى والجبال؟ هنا 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 لابد من واحد الملاحظة، وأنه الكثير كيقول بأنه الحركة السياسية جت متخلفة ومتأخرة على، وهذه عندها أسباب. أولا ملي كنتكلموا على المغرب في العشرينات ما تنتكلموش على المغرب ديال اليوم، يعني التواصل ما بين المناطق ديال البلاد يعني كانت عملية معقدة، ولكن مع ذلك الأصداء ديال الحركة المسلحة وديال المقاومة المسلحة سواء في الريف مع المجاهد عبد الكريم الخطابي أو لا مع محمد الزياني في الأطلس أو لا عسو بسلام، كانت كتوصل الأصداء ديالهم إلى المدن الكبرى. اللي ما خصناش نساو بأنه المغرب اللي كان مهيمن فيه بطبيعة الحال هو العالم القروي، وأن الحواضر أو المدن كانت تمثل أقلية من ناحية الديمغرافية على مستوى البلاد. المسألة الثانية اللي كانت عامل مساعد هو أن البادية حافظت على العصبية، على الانتماء القبلي، موحدة وعندها قيادات، وبالتالي رد الفعل ديالها كان سريع وكان قوي وكان منظم، في حين أنه في المدن وفي الحواضر ما كانش القبيلة، ما كانش مع الأسف البنية اللي كانت منظمة في المدن هي الطرق، وقلت لك الطرق مع الأسف كانت كتشيع واحد الفكرة قدرية فيما يتعلق بالاستعمار. إذن وطبيعة الحال الحركة المسلحة المقاومة يعني وصلت للحد ديالها الأقصى، لأنه لا يمكن المقارنة بين يعني جيوش منظمة مثل الجيش الإسباني ولا الجيش الفرنسي، والتحالف كما وقع في الريف، تحالف بين إسبانيا وبين فرنسا، وأيضا في الأطلس وبطبيعة الحال أيضا هذه المناطق كانت الجغرافيا ديالها مساعدة أيضا، يمكن تكلموا على الجبال ديال الريف، تكلموا على الجبال ديال الأطلس، وكانت تكلموا إذن تل الجغرافيا كانت مساعدة، الجغرافيا طبيعي أنها كانت مساعدة، في حين أنه المدن وإحنا ما خصناش ننساو بأنه عدد من المدن دخلت لها القوات الفرنسية قبل توقيع عقد الحماية. يعني إذن ومن وصلنا الأقصى، لأنه الحركة الوطنية كما قلت الأنوية الأولى بدأت 1925 إلى كتلة العمل الوطني ومطالب الشعب المغربي اللي تقدمت في 34، وعسو بسلام كانت آخر ما كان في 37. إذن كان طبيعي أنه ندوزو من حركة ديال المقاومة إلى حركة سياسية، وهذا اللي ساهم أيضا أنه بعض النخب اللي مشات قرات، كاين بعض اللي كان قرا فرنسا في السي أحمد بلافريج، وايضا ناس اخرين اللي كانوا في المساج في المدارس العتيقات وفي سلا ولا في القرويين او لا في الرباط او لا في مراكش، اللي كان بدا كيتشكل واحد الوعي الوطني، ايضا الاتصال بالمشرق والمعارك اللي كانت في المشرق في مصر في سوريا في لبنان في العراق ضد الاستعمار البريطاني، ايضا الاصداء ديال تفكك الدوله العثمانيه اللي كان عنده اثر ايضا بالنسبه لتشكيل الوعي الوطني، وهذا اللي خلت الحركه السياسيه انها تاخذ المشعل من بعد الحركة ديال المقاومة، ولو أنه الحركة السياسية أيضا طورت في مرحلة فيما بعد يعني إلى حركة المقاومة مدينية، يعني المقاومة اللي كانت في خاصة بعد النفي ديال المغفور له محمد الخامس والعائلة الملكية. نعم. يعني أن ظهور المقاومة السياسية ارتبط أولا بتشكل تلك النخبة السياسية. أكيد أكيد، لأنه الصراع اللي كان ما بين النخب، تتكلموا ديك الساعة على شباب، تتكلموا على الزعيم على الفاسي في العشرينات، يعني في العمر يعني 18-19 سنة، ولكن معدل الأعمار اللي كان في ذيك الوقت يعني، إذن هاد الشباب اللي كانوا خاصة الشباب ديال القرويين كانوا في صراع مع زعماء ديال الطرق اللي كان عندهم واحد الامتداد أقوى، وبالتالي بث الفكرة الوطنية، وهذا هو اللي استغرق واحد الوقت كيفاش الناس تستوعب الوضع ديال البلاد في ظل الاحتلال الفرنسي. نعم. هاد المساله ديال الطرق سي بن حمزه، زعما المعروف هو ان الطرق او الزوايا كان لها في السابق دور ضد الاستعمار، وانها كانت تجيش الناس ضد الاستعمار، شنو التحول اللي وقع باش انها ولات تلعب هذا الدور في البدايات الاولى؟ هي حالات حقا، ملي كنتكلموا على الزوايا اللي بغينا نتكلموا على الزوايا اللي واحد الوقت ملي كنا كنتكلموا اللي بغينا نرجعوا للتاريخ ديال المغرب كنتكلموا على المخزن في علاقته بالزوايا، فالزوايا كانت دائما هي واحد نواة إما مؤيدة
أو معارضة للمخزن. ورجعنا للتطور الدولة المغربية وعدد الأسر اللي تولت على الحكم كلها أغلبيتها بدأت في كزوايا في الوقت، وخاصة في الوقت اللي كان كينهار الحكم المركزي، وكانت الزاوية عندها واحد المجال وعندها واحد الهيمنة روحية أولا، ثم كانت في مجال جغرافي، لأن كان واحد نوع من التطابق ما بين الزاوية وما بين المجال القبلي اللي كتشتغل. يعني إذا تكلمنا على تاريخ المغرب قبل ما تظهر المؤسسات العصرية، كنا كنتكلموا على ثلاثة ديال المؤسسات: الزاوية والقبيلة والمخزن. وبالتالي ولكن هذا التطور وهذا يعني هذه الدينامية ما بين هذه الثلاثة ديال المؤسسات كانت في سياق وطني يعني داخلي. العامل المتغير اللي وقع هو الاستعمار الفرنسي، وبالتالي كنتكلموا على الكتاني، كنتكلموا على واحد العدد ديال 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 الطوائف اللي كيف ما قلت انها بلورت واحد المنطق ان هذا قدرنا الاستعمار بمنطق ديني، منطق قدر ربما يمكن ماشي تامر على على المغرب ولا على ولا قله وطنيه، ولكن ربما قله ادراك. اما قلت لك بانه استيعاب هذا المتغير كان معقد جدا، بل اكثر من هذا، لانه حنا ايضا عشنا واحد المرحله ديال السيبه في اطار انهيار الدوله المركزيه. وانه نترجعوا لبعض الكتابات التاريخيه انه واحد العدد ديال الناس في بعض المناطق استحسنوا وجود القوات الاستعماريه، لانه هذاك واحد النوع من الامن واحد النوع من النظام. ولكن ادراك الخلفيات ديال الاستعمار كان غير متاح، لانه الا كنا اليوم كنتكلموا على 30% ديال الاميه، فما يمكن يعني في بدايه القرن يعني كان صعيب انه. ولهذا هذه معركه اساسيه اللي دارت النواه الاولى ديال الحركه الوطنيه، كيفاش نستوعبوا المخاطر ديال الاستعمار على المغرب، وكيفاش كانت القوى الاستعماريه كتنظر للمغرب. نعم، فهاد النقطه ديال استيعاب المخاطر ديال الاستعمار ولا الخلفيات اللي جا بها، كنهضروا على واحد المحطه اساسيه في تشكل الحركة الوطنية المغربية المتعلقة بصدور الظاهر البربري. يعني كيف تلقت العناصر المشكلة الحركة الوطنية فيما بعد، كيف تلقت هذا الظاهر وشنو كان يمكن ديه؟ يمكن نقول لك بأنه، وهذا تتأكدوا الوقائع التاريخية، أن نقطة التحول في الوعي الوطني كانت مرتبطة بالظاهر الاستعماري الذي يعرف في الكتابات السياسية والتاريخية بالظاهر البربري 1900، وكان قبل منه في 1903، وكان قبل منه في 1914، وهذه تجربة اللي كانت أيضا حتى في الجزائر. شنو المغاربة كانوا كيعيشوا بطبيعة الحال في واحد المجتمع فيه الأمازيغية وفيه العربية اللي هي كانت لغة دائما كانت لغة ديال النخبة، اللغة تنظر اللغة العربية الفصحى، يعني اللغة ديال الدين وديال الفقه وديال ديال 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 الدولة رسميا. وكان بطبيعة الحال كانت الدارجة اللي هي كي 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 يعني كيتواصلوا بها الناس. الظهير الاستعماري الموسوم الظهير البربري جاء باش يدق اسفين في هذه الوحدة الوطنية اللي ما كانش موضوع تساؤل قبل. يعني كانوا الناس كيعيشوا هذا التعدد وهذا الاختلاف، كان كيعيشوا بصفه تلقائيه وبصفه طبيعيه وبصفه عاديه على انه هذا الواقع ديال المغرب. وبدون اذا ملي جا الظاهر ديال 1930 واللي حاول يعزل المناطق الامازيغيه بمبررات مختلفه، حاول يعزلها اولا على الشريعه الاسلاميه، على احكام الشريعه الاسلاميه، الاحكام عرفية يعني. إيه؟ وعلى هي الاحكام العرفيه راه كانت بقات مستمره، راه مازال اليوم مستمره في عدد المناطق بما لا يتناقض مع 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 الشريعه. ولكن الاخطر من هذا ان الاحكام اللي كانت كتصدر باسم السلطان، ان جزء من المغاربه غادي يوليوا الاحكام تصدر باسم رئاسه الجمهوريه الفرنسيه، وبالتالي طبيعيا غيولي جزء من المغاربه خارج السلطه ديال 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 السلطه. وهنا بالضبط بدا كيتفهم المخاطر ديال 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 الاستعمار والتخطيط ديال الاستعمار، وهذا ساهم في بلوره الفكره الوطنيه عند واحد العدد ديال الناس. بطبيعه الحال تنتكلم على على المدن بصفه اساسيه، لان البوادي كانت تعيش واحد الوضعيه اخرى. وهذه المقاومه ما كانش فقط في المدن في الحواضر، بل حتى في مناطق
يعني مراكز صغيره. مثلا انا مثلا انحدي مدينه الخميسات في الخميسات تمردا على هذا على الظاهر ديال 1930 اللي كان من بينه مثلا عقود الزواج وكذا، كانت الاسر كتنتقل سريا الى سلا من اجل ابرام عقود الزواج الشرعيه. وبالتالي اول من قاوم ظاهر الظاهر الاستعماري وهذا هو يعني المناطق الامازيغيه بصفه اساسيه. اذا كيف ما قلت بانه في 1930 هذا الظاهر حرك الشعور بالانتماء الجماعي ديال المغاربه وبالوحده وبالخطر ديال المس بالوحده. وبطبيعه الحال الانويه ديال الحركه الوطنيه وظفت هاد الازمه بشكل ذكي واستثمرت فيها بطبيعه الحال على مستوى الدعايه، وكانت هي الحامل للفكره الوطنيه، وهذه شكلت البدايه حقيقه ديال 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 الحركه الوطنيه. على ذكر هذا الحدث والمساهمه ديالو فيما بعد غيكون اللجوء ديال الحركه الوطنيه ولا ديال الكتله العمل الوطني الى المطالبه باقرار الاصلاحات التي جاء بها الاستعمار. يعني تمام. في اطار عقد الحمايه كانت هناك العديد من الاصلاحات تنكر لها الاستعمار، والان جاء الدور للمطالب. هل كان ذلك بمثابه تاجيل لمطلب الاستقلال ام انه فرضته الضروره التاريخيه؟ انا اعتقد بانه الحركه الوطنيه كانت مدركه للحجم ديالها اولا، ومدركه للخصم ديالها، وتصرفت بذكاء. لانه ما خصناش ننساو بان المقيم العام والاليات ديال الاستعمار في المغرب كانت كتروج كلام اخر مع الحكومه الفرنسيه، وبالتالي الخصم المباشر اللي كان بالنسبه للحركه الوطنيه هو الادوات ديال الاستعمار المحليه، خاصه المقيم العام والبنيه اللي تاسست مع اليوطي واللي كانت كتشكل واحد، وثم الفرنسيين اللي هيمنوا على الاراضي واستفدوا من الوضع الاستعماري، وبالتالي كانت عندهم واحد الروايه اللي كان خاص تهرس. الحركه الوطنيه تعاملت بذكاء اولا، لانها كتعرف الحجم الفارق بينها وبين بين بين فرنسا، وايضا على المستوى الدولي كانت خصها تبين للعالم على انه صحيح الا احنا كنتكلموا على استعمار تقليدي، ولكن فرنسا كانت دائما كتقول بانها هي ماشي استعمار، هي فقط في اطار حمايه، في اطار اتفاقيه ما بين الدوله المغربيه وما بين الدوله الفرنسيه. وبالتالي الحركه الوطنيه كخصها تثبت بان المغرب دوله مستقله، وانه عقد الحمايه هو ملزم للدوله الفرنسيه، وبالتالي اللي كنجيو نسردوا مطالب الشعب المغربي اللي قدمت هذيك الساعات للرئاسه الفرنسيه وزاره الخارجيه والجات المغفور لها محمد الخامس ديك الساعه في الدار البيضاء، اللي كانوا ثلاثه ديال الوفود اللي مشاو داو مطالب الشعب. ملي كنجيو نقراو مطالب الشعب المغربي، وهذه كانت خلاصه ديال الفرنسيين، ديال انه الا درنا هذا الشيء معناه انه الاستقلال غادي يكون غدا. فإلى رجعنا لمطالب الشعب المغربي فهو عمليا حنا كنتكلموا على المطالبه بالاستقلال، ولكن بلا ما نقولوا الاستقلال. وبطبيعة الحال ملي غنجيو في 44 وقعت تحولات أخرى على المستوى الدولي، أصبح مطلب الاستقلال كان مدخل نحو الإصلاحات. تماما. في هذه المرحلة كان هناك نوع من الإجماع على الانخراط في هذا الحزب، لكن بالمقابل لم ينخرط الجميع، ونتحدث هنا بالخصوص على نوع الخلاف اللي كان ما بين الزعيم علال الفاسي وكذلك الزعيم محمد الحسن الوزاني. وهل كان ذلك مؤثرا على وحدة الحركة الوطنية؟ وبلا شك أنه هذا كان بمناسبة في حقها بمناسبة تأسيس كتلة العمل الوطني. اللي وقع هو أنه كان هناك انتخاب للرئيس ديال الكتلة، وفي الانتخاب فاز علال الفاسي. والسي المرحوم محمد بن الحسن الوزاني لم يقبل النتيجة هذه الوقائع كما حدثت. وربما سي محمد بن حسن الوزاني اللي هو رجل وطني ما فيها شك ويعني مفخره ديال 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 المغرب، انه كان يرى بانه هو رجل متعلم تعليم عصري، وانه اعرف بالفرنسيين،
وان على الفاسي رجل تقليدي. تقليدي وانه خريج ديال القرويين، وبالتالي الاولى ان السي محمد حسن الوزاني هو اللي يكون قائد ديال كتله العمل الوطني. فهذا هو اللي وقع في الحقيقه. الامر كله يعود الى ان السي محمد حسن الوزاني ما قبلش النتيجه ديال التصويت وديال الاختيار اللي تم الزعيم علي الفاسي، مع الاسف انه من بعد هذا الشيء غيمتد، غادي غيبقى هذا. وانا كنظن ماشي غير انا، حتى اذا رجعنا لكتابات مختلفه وشهود ديال المرحله، ان هذا كان خلاف شخصي ما بين سي محمد بحسن الوزاني وما بين الزعيم علي الفاسي. بطبيعه الحال من بعد كان نقاش مثلا الديمقراطيه، واش الديمقراطيه في ظل الاستعمار او للمطالبه بالاستقلال وبناء الديمقراطيه. وهذا هو اللي من بعد دار الشورى والاستقلال، معنى انه اولا الديمقراطيه. وهذا كان نقاش، لانه كيف يمكن ان يتم بناء ديمقراطيه في ظل الاستعمار؟ لان ما خصناش نساو بانه كانت مجالس محليه اللي كانوا كيتعينوا فيها الناس، وكانت حالة استثنائية اللي كانت في فاس اللي كانوا كيتم انتخاب ديال المغاربة اللي كيشتغلوا مع، يعني وكأنه مجلس استشاري بحال مجلس بلدي استشاري. وكان في فاس بوشتال بغدادي الباشا ديال فاس، كانت تنظمت انتخابات، وكان نقاش داخل الحركة الوطنية واش يشاركوا فيها ولا ما يشاركوش، وشاركت فيها الحركة الوطنية وربحت الأغلبية المطلقة ديال المقاعد. فبوشتال بغدادي شنو دار انه جا لغادك الاصوات اللي خداو المرشحين ديال الحركه الوطنيه، اضافها المرشحين ديالو وقصى كل شيء، والبقيه معروفه، وكان من بينهم سي حمد مكوار اللي كان اول عمليه تزوير اول عمليه تزوير في تاريخ الانتخابات اللي وقعت. فاذا كان صعب جدا الحديث على بناء مؤسسات ديمقراطيه في ظل الاستعمار. لهذا كان المطلب الاستقلال مطلب مليح، وجاء تقديم ديال وثيقه المطالبه بالاستقلال تماما باتفاق مع القصر. نعم، وبتوافق مع المكونات، والتوافق مع القصر كان منذ مطالب الشعب المغربي. نعم، يعني منذ 34 كان دائما اتصال بين الحركه الوطنيه وبين المغفور محمد الخامس وبين ولي العهد الحسن الثاني الله يرحمه. فكان دائما العلاقه يعني متصله، رغم القمع اللي تعرضت له الحركه الوطنيه من بعد ما طيب الشعب المغربي وغيرها، فكان دائما هناك اتصال وتنسيق بين الحركه الوطنيه وبين السلطان محمد الخامس. حتى وثيقه المطالبه والثقه في 44 ايضا كانت بتنسيق بين الحركه الوطنيه والقصر. نعم، الاثر الذي احدثته تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في الواقع السياسي آنذاك؟ أولا تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال كانت عملية تحول كبرى، أن الحركة الوطنية أولا الامتداد ديالها في المغرب كان كبير جدا، وكان يعني تغلغلت في الأوساط كلها الشعبية كلها، يعني وجمعت يعني الأطراف كلها داخل البلد، من عمال من تجار من النخب ايضا، بل حتى النخب اللي رهنت عليها فرنسا، ترجعوا مثلا لسي أزرق اللي كانوا حاولوا انه يخلقوا واحد النخبه امازيغيه مؤيده للاستعمار، خرجت منها بالعكس تقلبت عليهم واحد العدد ديال الوطنيين، عبد الحميد الزموري وغيره من اللي كانوا موقعين على الوثيقه المطالبه بالاستقلال. عبد الحميد الزموري وانا لانه من خميسات، فسي عبد الحميد الزموري وقع باسم طلبه لسي أزرق وثيقة المطالبة بالاستقلال، ماشي فقط غير كشخص، بل نيابة على 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 الطلبة ديال على التلاميذ ديال ليسي أزر. إذا الحزب اللي يعني استطاع أنه يأطر هذه الفئات هذه كلها أصبح تايق في نفسه أكثر، وأيضا المعطيات على المستوى الدولي، ما نساوش بأنه المغرب شارك في الحرب العالمية الثانية مع الحلفاء، عدد من 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 المغاربه اللي كانوا في الجيوش ديال 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 الحلفاء. السلطان محمد الخامس رفض التعامل مع الحكومه ديال فيشي فيما يتعلق باليهود المغاربه وغيره، وهذا خلى وفرنسا كانت في وضعيه صعبه. يعني ما ننساوش بان فرنسا هتلر دخل حتى باريس، كانت مستعمره المانيا في واحد الفتره. اذا
ولا جات المطلب ديال الاستقلال وكان الوقت باش يمكن له يتقدم. وهذاك المطلب ديال الاستقلال، وهنا هذه نقطة مهمة، لأنه ملي كنرجعوا للوثيقة المطالب بالاستقلال، فيه أحزاب، فيه أعضاء الحزب الوطني وشخصيات أخرى، بحيث أنه المطلب القيادة الحركة الوطنية ما بغاتوش تردوا مطلب حزبي ديال الحركة الوطنية، ومع ذلك فتحاتوا للجميع النخب اللي كانت حتى اللي ماشي منتميه لحزب الاستقلال. ولهذا راه واحد العدد ديال الموقعين على الوثيقه ماشي اعضاء في الحزب الوطني. نعم. ولهذا لان الفكره ديال الاستقلال كان خصها تكون جامعه، ولهذا القادة الحركه الوطنيه تعمدوا على انهم يفتحوا الوثيقه او المطلب ديال الاستقلال للنخب كلها اللي كانت حتى اللي ما كانش في الحزب الوطني. مع ذلك يعني كان تقديم ديال الوثيقه مطالبه بالاستقلال ثانيه من طرف الحسن الزاني. انا هذا صحيح، ولكن انا كنقول لك هذا كان فيه استمرار لما حدث في كتله العمل الوطني. لانه سي محمد بن الحسن الوزاني ديك الفتره كان من في تزار، انه واحد ميدلت، ومن بعد ما تم تهيئ المسوده الاولى ديال الوثيقه، وتير النقاش حول محمد بن حسن الوزاني انه خصو يكون من الموقعين، وعدد من الشورين يكونوا موقعين على الوثيقه. فتم تكليف واحد الشاب، مثلا ما تستحضرش الاسم ديالو، كان مهندس، و كان ديك الساعه السي الغزاوي عنده الكيران اللي كانوا كيربطوا ما بين عدد من المناطق في المغرب. فهاد الشاب المهندس كلف من قبل الحركة الوطنية أنه يمشي ليتزر ويدي المسودة ديال الوثيقة لسي محمد بن حسن الوزاني ويوضعه في الصورة، وتنكر لمدة 15 يوم، يعني كأنه راه روسيفور في الكيران وداكشي، وانا تيقطع الوراق وهذا باش ما ينتبهولوش، ومشى عنده ليتزر وعرض عليه الأمر. ف سي محمد حسن الوزاني امتنع على التوقيع، وكاين شورين اللي وقعوا على الوثيقه. ومن بعد ملي تقدمت الوثيقه في 11 يناير وظهر الصدى ديالها على الـ على الـ على المستوى الوطني وايضا على المستوى الدولي، بادروا الاخوان الشوريين الى اصدار وثيقه اخرى في 13 يناير. ف القول بانه ما تعرضتش على هذا كلام غير 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 صحيح. يمكن ترجعوا للسي بوبكر القديري في سيره السيره ديالو كيتكلم بالتفاصيل حول هذا الموضوع. نعم. في هذه الحقبه السي بن حمزه هنا تم الاعلان رسميا عن حزب الاستقلال بهذا الاسم. تمام. نعم. كان في البدايه ربما اختلاف حول التسميه، كان نقاش، ولكن كان كل يعني الاغلبيه كانت في الاتجاه ديال الحزب الاستقلال، لانه كان تعبير قوي جدا، وكان اعلان معركه مع الاستعمار. يعني الحزب خدا اتجاه ديال انه هذا هو الافق اللي يمكن، لانه كانت المطالب بالاصلاحات، وكيف ما قلت بانه الحزب اصبح هو الرقم واحد يعني في التاطير ديال المواطنين، وبالتالي كان خصو يتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بمعركة ديال الاستقلال. نعم. التحمل المسؤولية نتجت عنه ضريبة ربما ثقيلة بالنسبة للمنتمون إلى حزب الاستقلال في تلك المرحلة. نتحدث عن نفي العدد من المناضلين، اعتقالات بالجملة، يعني ربما كانت مرحلة عصيبة من بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. صحيح، لأنه وهذا في الحقيقة امتداد، لأنه ما نساوش بأنه زعيم علي الفاسي تنفى الزعيم محمد حسن الوزاني اللي تزار زعيم علي الفاسي تنفى الكابون لمدة 9 سنوات. وهو منقطع الصلة بالمغرب. يعني ما كان لا هاتف ولا إيميل ولا يعني رجل زعيم الحركة الوطنية تفصل الى قريه، ماشي تفصل غير على الحزب وعلى العمل السياسي، على الاسره ديالو. زعيم على الفاسي قضى 9 سنين في الكابون، جزء منها كان في اطار كان في سجن، واللي تبقى كان في قريه صغيره منعزله في يعني. وهذا العمل وهذا القمع استمر، وبطبيعه الحال في 44 اصبح سافرا، لانه
بطبيعة الحال ما بقاش، لأنه مثلا في زمن المطالبة بالإصلاحات كان الاستعمار كينظر أنه الأمر يمكن يتم تحت السلطة الاستعمار، وأن هذا السقف هذا يمكن قابل النقاش غير قابل النقاش، ولكن كان القمع. ولكن في 44 ملي تعلن المطالبة بالاستقلال فكان إعلان ديال المواجهة صريحة مع الاستعمار. وبطبيعة الحال الحوادث اللي وقعت بعد 44 حتى 56 هي اللي عطت الاستقلال للمغرب. يعني دازت واحد 10 سنوات تقريبا او 11 سنة كلها ديال الاعتقالات وديال القمع وديال الاغتيالات وديال وهذا اللي وقع لي بالمقابل. حتى الحركة الوطنية عادت الى 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 المستوى ديال المقاومة المسلحة وظهرت منظمة سرية تماما. وتبلور هذا الحل، لانه كما قلت لك في البداية انه صحيح ان الحركة السياسية في المدن كانت حركة ديال المطالب السياسية، ولكن من بعد تطور الصراع مع الاستعمار خلى ان الحزب يرجع الى السلاح. وكانت العمليات الفدائيه اللي كانت في عدد من المناطق، الاستنزاف ديال الاقتصادي للمستعمرين، الحرق ديال الضيعات، العبوات الناسفه في المناطق اللي كان فيها الجيوش الفرنسيه، الى غير ذلك من الاعمال ديال الكفاح المسلح. الحزب لم يتبنى رسميا هذه المقاومه المسلحه اللي كانت تستخدم الحرق. لا، ولكن طبيعة الحال شوف، منين كتكون الحركة السياسية الجناح يعني العسكري تفاصيله كتغيب يعني، وهذا من بل أكثر من هذا، لأنه حتى في القيادة السياسية كان جزء من القادة ديال الحزب اللي كانوا ما معروفينش، لأنه كان دائما هناك فرضية ديال الاعتقال ديال قيادة الحزب كلها، وبالتالي وكانت اللجنة التنفيذية موازية ما كان كيعرفها حتى حد. ومن اللي وقعت الاحداث وقعت الاعتقالات تولت المسؤوليه. اذا نفس الشيء بالنسبه للجناح العسكري داخل الحزب. الاسماء اللي كانت كلها ابناء ديال الشيبه الاستقلاليه وغيرها في النقابه، اذا كلها كانت معروفه في الواقع الاستقلاليه، ولكن القيادات كانت مجهوله. وطبيعة الحال العمل العسكري يتصف بكثير من السريه ماشي بحال العمل السياسي، ولكن المشروع كانت تتأثر رؤية سياسية لكي يقودها حزب استقلال. نعم. وبطبيعة الحال من بعد احنا الحزب كان فيه جناح ديال المقاومة وجناح الاتحاد المغربي للشغل وجناح، وهذا الشيء غيعطي نتائج من بعد، ولكن هذا كان معروف على أنه الحركة المقاومة كانت حركة استقلالية. نعم. يعني في هذه المرحلة الاستعمار لم يقف مكسوف الأيدي ووصل المستوى ديال الاعتقالات ومستوى ديال هذا اللي تم التتويج ديالها بالنفي ديال الراحل محمد الخامس. صحيح. يعني هنا كان الالتفاف ديال الشعب المغربي مجددا حول الحركه الوطنيه والمطالبه بالعوده ديالو، وربما تصاعدت اعمال العنف واعمال الاحتجاجات من طرف المقاومه. صحيح. نعم. وهذاك وايضا العمل الوطني والعمل المسلح في المغرب كان ايضا مرتبط بوعي يعني بالصراع ضد الاستعمار في المغرب الكبير، يعني بما يجري في الجزائر وما يجري في تونس. وهنايا نبدا من ذكروا بالاحداث ديال الاضراب العام 52 تضامنا مع اغتيال الزعيم التونسي فرحات حشاد، واللي كانت احداث كبيره جدا في الدار البيضاء خاصه. وهذا ورط فرنسا اكثر، سواء الاحداث ديال الدار البيضاء ولا الاحداث ديال الوادزم اللي كانت القتلى بالالاف ماشي بالالاف، وهذا خلق مشكل للفرنسا، لانه الحزب كان كاين هذا سياسيا داخليا، وكانت المقاومه المسلحه، كاين عمل دبلوماسي كبير اللي كان على المستوى الدولي بما فيه داخل الامم المتحده. ان المغرب في ظل الاستعمار كان كيطالب بالعضويه في الامم المتحده، والسي احمد بلافريج الله يرحمه رغم المحاولات اللي دارت فرنسا باش تمنعوا انه يحضر في الامم المتحده، حصل على جواز سفر باكستاني وحضر باسم الوفد الباكستاني في الامم المتحده للترافع حول القضيه المغربيه. اذا هذا التلاقي ما بين هذه المسارات كلها على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري هو اللي وصل الاستعمار، ثم انه الاستعمار يعني الاستعمار الفرنسي بعد هذا الضغط اللي حمارسته الحركة الوطنية وهذا التراكم اللي تحقق بدأت كتجيب مقيمين عامين يعني أقصى ما يكون من التطرف.
واللي غيوصلها الى الخطيئه الكبرى اللي هي النفي ديال السلطان محمد الخامس والاسره الملكيه الى مدغشقر. فكان هذه النقطه التي افاضت الكاس، لان تراكم الوعي بالانتماء الجماعي والوعي بهذا المغرب اللي في المظله الاساسيه ديالو هي السلطان كان وصل للذروه ديالو، وبالتالي كان ترد الفعل. اذا اصبحت المواجهه ما عندها حدود، وخرجنا في النهايه الى اولا رفض تنصيب بن عرفه بالشكل اللي كان، المحاوله ديال الاغتيال ديالو. اذا هذه الاحداث وهذا التراكم ديالها هو اللي وصلنا الى 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 ان فرنسا تستوعب بانه لا بديل على 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 عوده محمد الخامس، ولا بديل على الاستقلال. نعم، هذه الملحاحيه مطلب الاستقلال اذا كانت يعني فرضت من طرف المغاربه ب صحيح بالنضال ديالهم وبالتضحيات ديالهم الكبيره، لكن في هذا السياق يعني ولا النيب ديال الاستقلال كان من خلال مفاوضات اكسليبان، ولا بين المحطات اللي كانت فيه مفاوضات اكسليبان. البعض يعتقد بان هذه المفاوضات سرقت الاستقلال من المغاربه، وحزب الاستقلال ربما بعض الناس من داخل حزب الاستقلال كان لديهم موقف من هذه المفاوضات. اولا لم تكن هناك اي مفاوضات اكسليبان، ما كاينش شي حاجه في التاريخ فيها مفاوضات اكسليبان نهائيا. اكسليبان اولا هو منتجع سياحي في جبال الألب، كان رئيس الحكومه الفرنسيه في المنطقه كيدوز العطله ديالو، وجمع لأنه كانت حكومة ائتلافية في فرنسا، وكانت مشاكل في داخل الحكومة الائتلافية عند رئيس مانديس فرانس، وجمع المكونات ديال الحكومة ديالو، الأقطاب ديال الحكومة ديالو. وكانت المسألة المغربية من بين القضايا اللي كانت مطروحة، لأنه حنا ذاك الوقت كانت الهزيمة ديالهم في الفيتنام في الهند الصينية، وكان وضع صعب بالنسبة لفرنسا، وبالتالي كانت الاشكالات مطروحه على فرنسا كيف تدبر الوضع ديالها في المستعمرات وكيف تدبر. وكانت الفكره هو انه يوقع التشاور مع الفاعلين الاساسيين في المغرب كيف يستمعوا الى رؤيه اخرى خارج الروايه ديال الاقامه العامه، لان الاقامه العامه وصلت لهم النفيذ محمد الخامس الكذا الكذا، لانه كانوا كيعتقدوا بانه نفيذ محمد الخامس والمجيء بن عرفه وكذا انه هذا الامر غادي يدوز والامور غادي تستقر. تبين بان الروايه ديال الفرنسيين اللي كاينين في المغرب مع الاقامه العامه انها غير صحيحه وغير دقيقه، وبان ما يقع في المغرب هو شيء مغاير. وبالتالي كانت مشاورات وليست مفاوضات، كانت مشاورات للاستماع الى الاطراف في المغرب من اجل البحث على صيغه في المستقبل. طبعا الحل كانت تقريبا 34 شخصيه اللي تم الاستدعاء ديالها، وكانت الرغبه انه هاد الناس كلهم يجلسوا يتذكروا، في حين انه الحركه الوطنيه رفضت انها تجلس مع 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 الخوانه. ملي كنتكلم على الوفد الحركه الوطنيه مع حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، كانت المهم على كل حال كانوا اسماء اللي هي كانت في القياده ديال الحزب ديك الوقت، ما عندي لاش نذكر الاسماء لان من بعد يكون عندنا انعكاسات على وكان سي احمد بلافريج كان في جنيف، وكان سي محمد بوستا هو اللي كي ينقلوا الوقائع ديال المشاورات. فتم الاستماع الى الروايه، يعني الروايه ديال حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، بالاضافه الى الفاعلين الاخرين. بل اكثر من هذا، القيادات التقليديه اللي كانوا استدعاهم في اليوم الاول رجعوا لانه نفس الروايه نفس الكلام، يعني نفس الكلام ديال الاقامه العامه، هو ديال القلاوي هو ديال ولدي غلو. ولكن الفكره اللي كانت مبنيه هو انه دابا محمد الخامس الصفحه انتهت، قولوا لنا شنو غادي نديروا. الحركه الوطنيه كانت الفكره الاساسيه ديالها انه ما كاينش تفاوض وما كاينش نقاش الا مع محمد الخامس. تشبث بعوده الملك، محمد الخامس هو اللي غتذكروا معاه، هو الرمز ديال البلاد،
هو الرمز ديال الوحدة ديال البلاد، وهو الملك ديال البلاد، هو السلطان اللي خصو. وبالتالي وقفت المفاوضات ومشاو وفد الى مدغشقر باش يتلاقى مع وقفت المشاورات ومشاو الى مدغشقر للنقاش مع 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 السلطان محمد الخامس وولي العهد الحسن الثاني. والخلاصة ان فرنسا ادعنت الى الدور المركزي ديال محمد الخامس، وبالتالي كانت العودة ديالو الى 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 فرنسا ومنها الى الى المغرب. اذا هذا هو اللي كان، ما كان لا اتفاقية ولا التزامات ولا اي شيء، واللي عنده شي اتفاقيه يجبدها ويوريها للمغاربه اليوم. لكن البعض يقول بان من بين الافكار التي طرحت خلال المشاورات ولا ديال اكس ليبان هي انه كان ايمان بعض الاطراف داخل الحركه الوطنيه بان الاستقلال المغرب لن يكون بمعزل عن فرنسا، وان المغرب غير قادر على نيل او على غير قادر على بناء الدوله لوحده الا بوجود فرنسا. لا غير باش نكونوا موضوعيين، يعني دولة في حال المغرب ديك الساعات غتخرج من الاستعمار، بطبيعة الحال مراحل ديال بناء الدولة المستقلة هي مراحل صعبة، لأن هذه مراحل انتقالية معقدة، ماشي وقعت غير في المغرب، وقعت في عدد من الدول. لأن ملي تيجي الاستعمار وتيوقف دفعة واحدة فالدولة كتكون مهددة بأشياء كثيرة جدا، لأنه ما كناش مهيئين باش يمكننا. حنا ما تتكلموش شحال كان عندنا ديال الناس قاريين، شحال كانوا عندنا الناس ديال الأطر اللي غيمكن لهم يكونوا في المؤسسات ديال الدولة، شحال. إذا هذه العملية ديال البناء كانت عملية معقدة، ولكن كانت بروح وطنية، لأنه العمل اللي قامت به الحكومات الأولى في الاستقلال هو هذا، هو المغربة، هو تكوين الأطر، هو والمشاكل اللي عرفتها من بعد هو الانفصال على الفرنك الفرنسي. هذه اشكالات كبيره جدا على المستوى الاقتصادي والانعكاسات ديالها بطبيعه الحال على المعيشه اليومي ديال المغاربه. اذا عمليه ديال البناء هي عمليه معقده، ولكن دائما كانت مؤطره برؤيه وطنيه ديال انه الاستقلال رقم واحد. هل ستبقى العلاقه مع فرنسا؟ بطبيعه الحال علاقه مع فرنسا بقى الى اليوم، واش هذه مساله اللي هي فيها. انما ما يروى وما يحكى على 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 اكس ليبا ماشي هو هذا، هو انه الناس يقول بانه اطلاق يد فرنسا في التراود المغرب وكذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ومن له ما يفيد عكس ذلك فيقدموا للمغاربه. نعم، بعد هذه المرحله جاءت الحكومات الاولى ديال المغرب، واساسا الحكومه الاولى الحكومه مبارك البكاي. لا اسمح لي غير فاش الموضوع ديال اكس ليبان، انه انا خليني من هاد الروايات لكذا. كان جوج ديال الاراء مهمين اللي كانوا فيهم في حاله بغينا نقولوا عتاب على القياده ديال الحزب والحركه الوطنيه، انه وكانهم استعجلوا الامر، وان يعني الحركه ديال المقاومه كانت مستمره وكانت قويه، وكان وهنا جوج ديال الاراء اللي كانوا مختلفين، الراي ديال الزعيم عبد الكريم الخطابي والراي ديال الزعيم علا الفاسي، واللي كانوا بجوج في القاهره، وكانوا كيربطوا الاستقلال ديال المغرب بالاستقلال ديال الجزائر وبالاستقلال ديال تونس. اذا الخلاف اللي كان داخل الحركه الوطنيه من هذه الزاويه، كان جوج قيادات لهم قيمه ديالهم اهميه ديالهم، ولكن ما كانوش في المغرب، كانوا خارج المغرب، كانت عندهم رؤية ربما أوسع، وكانت القيادة اللي كانت داخل المغرب. والبعض كان كيعتبر بأنه استقلال ديال المغرب واستقلال ديال تونس يمكن يكون عامل مساعد لدعم الحركة الوطنية في الجزائر وليس العكس. أما استمرارنا بثلاثة في ظل الاستعمار فهذا ما تحد ما قدري، والدليل هو أنه الحركة الوطنية في الجزائر ملي استقل المغرب كان الدعم ديالها الأساسي من المغرب ومن تونس. على كل حال هذه تقديرات ديال القيادات ديال الحركة الوطنية، واش كانت صحيحة أو لا كانت غير صحيحة هذا التاريخ اللي تيفصل فيه، ولكن هذا هو. أما القول بأنه كان اتفاقية وكان تآمر على المغرب وكان استقلال فهذا غير صحيح. نعم واضح. في المرحلة ما بعد هذه الحقبة يعني كان الحل ديال جيش التحرير تأسيس مؤسسات وطنية، شهدنا في واحد الظرفيه قصيره ربما يعني التوالي ديال خمس حكومات
في المغرب، يعني كانت واحد المرحله غامضه ربما من تاريخ المغرب. شنو هي الرؤيه ديالكم هذه المرحله دي؟ وشوف، المراحل الانتقاليه تكون دائما هي اخطر المراحل في تاريخ ديال الدول وتاريخ ديال الشعوب. ويمكننا بانصاف يمكننا نقولوا بانه المغرب رغم كل ما يقال على هذه المرحله انه نجح بان يخرج باقل الاضرار وباقل تكلفه بالمقارنه مع 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 دول اخرى. لانه ما نخفيوش بان الحركه الوطنيه كانت ماشي تنظيم طبقي تدافع على واحد فئه ولا. الحركه الوطنيه كانت شامله الجميع، الاغنياء والفقراء، التجار، النخبه، المتعلمين، غير المتعلمين. كنا نقول لك راه ملي كان تهيئ المؤتمر اللي كان غيتعقد في 11 يناير 59 كتعرف اعضاء الحزب المنخرطين شحال وصل؟ 1,537,000 عضو. شحال كانوا السكان في المغرب في 56 وفي 57 وفي 60 وفي 59؟ يعني كنا كنتكلموا على واحد 30 ولا 34% من السكان ديال المغرب اعضاء في حزب الاستقلال. اذا باش تدبر هذا ثم انه كان واحد المعطى ديال القياد وديال البشوات وديال والاعيان اللي كان عندهم امتداد في المناطق، في بعض المناطق. اذا كيفاش يمكن تبني واحد نوع من التوازن بين هاد الاطراف كلها المتناقضه؟ ايضا ملي كنتكلموا على سلاح ديال المقاومه وديال جيش التحرير، احنا بغينا ولا كرهنا ملي كتبنى دوله كاين حكومه وكاين ملك وكاين سلطه في البلاد وتاسس الشرطه وتاسس الجيش الملكي، فمنطقيا ان السلاح خص يكون بيد طرف واحد في الدوله، الدوله هي التي تحتكر العنف، والا غادي نكونوا في هذا الشيء دابا اللي كاين ديال حزب الله مع الحكومه اللبنانيه، ما حيت ما يمكنش تبني المنطق ديال الدوله مع المنطق ديال المقاومه، خصنا نختاروا. قاده جيش التحرير في تلك المرحله كانوا يقولون بانه الاستقلال لم يستكمل وبان الجيوش الفرنسيه لا زالت في المغرب وبان هناك مناطق الوحدة الترابية للمغرب لم يستكمل تحريرها بعد. هذا واحد العدد، وهذا عمل ايضا عمل سياسي للحكومة الاولى، كان فيها جلاء القوات الاجنبية، وهذا الدار بالسياسة، ما دارش بالمقاومة المسلحة. يعني هناك اختيارات. انا هنا باش نرجع لك للفكرة الاولى ديال المشاورات، الموقف من اكس ليبان خلى امتدادات على مستوى الرؤية وعلى مستوى التأمل، ولكن اللي كان خصو يتحسن في هذيك الفترة هو منطق الدولة مع منطق المقاومة. إما غنكونوا في منطقة الدولة، منطقة الدولة يقتضي مؤسسات موحدة، الدولة تحتكر العنف. إلا كنا غنستمروا في منطقة ديال، وثم أن الوضع ديال المغرب، لأنه من بعد منين استرجعنا، منين تحررت المنطقة الخليفية في الشمال، وتحيي الطابع الدولي على طنجة، واسترجعنا طرفايا، وسيدي إفني من بعد، هادشي باش دار؟ دار بالمفاوضات، سواء مع إسبانيا أو لا مع 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 مع, مع, مع فرنسا. إذن هذا الشيء حقق نتائج. واش كان ممكن تستمر الحركة ديال المقاومة في ظل وجود دولة وجيش موحد؟ أنا شخصيا كنظن بأنه ما كانش ممكن، لأنه التجارب اللي وقعت في العالم بينت بأنه تيمكن الحركة ديال المقاومة أيضا تحول إلى، لانه كتبلور خطاب سياسي، صراع مع الدوله، صراع مع النظام، اذا كنوليو في حوايج واحده اخرى. اذا كان الاختيار هو انه تكون دوله موحده بكل معنى الكلمه، وتكون القوه يعني تحت التصرف ديال الدوله. هذا هو الاختيار اللي كان. الدوله الموحده يعني اكيد يلزمها ان الحكومه تكون منسجمه وان الحكومه تكون قادره على البناء والعمل. لكن زعما الملاحظ في تاريخ المغرب خلال تلك الحقبه، مرور خمس حكومات شهدت كلها نصراعات
سياسيه، تم ثم استقالات وكانت الحكومه تنتهي، الى حين تراس الراحل محمد الخامس للحكومه الخامسه ربما. الحكومه يمكن ديال التي تراسها حزب الاستقلال بشكل مباشر حكومه الحكومه الثالثه احمد بن لافريج. نعم، في هذه المرحله بالاسباب التي يقال انها ساهمت في ضعف هذه الحكومه هي الصراعات تحت إرث الحركه الوطنيه وخاصه مع حزب الشورى والاستقلال. وهنا نتحدث يعني عن دخول المغرب في دوامه من العنف، وكانت معتقلات سريه، نتحدث عن ضرب ريشه. ما يثار ايضا هو المسؤوليه ديال حزب الاستقلال خلال هذه المرحله. لا انا نقول لك اولا الحكومه الاولى ديال اولا خصنا نكونوا واضحين بانه ملي شد المغرب الاستقلال تعين سي مبارك البكاي رحمه الله كوزير اول كرئيس حكومه، وبطبيعه الحال كان جزء من الحركه الوطنيه ومن حزب الاستقلال كيعتبر بانه حزب الاستقلال هو الاولى ان يراس الحكومه الاولى بعد الاستقلال. كان لديه 10 وزراء فيها. لا ماشي ولكن كانوا وزراء اخرين. نعم 10 وزراء كانوا في الحكومه الثانيه ديال البكاي، ماشي في الحكومه ماشي في الحكومه الاولى. نعم كيظهر لي ما حضرنيش الرقم، ولكن كانت تمثيليه ديال تيارات اخرى. على كل حال الحزب قبل هذا الوضع لانه سي مبارك البكاي رجل يعني في المحطه الاساسيه اللي كانت ديال النفي ديال المرحوم محمد الخامس، كان عنده موقف وطني كبير وكان عنده تاثير في الراي العام الفرنسي، لانه ما نساوش بان مبارك البكاي رحمه الله كان رجل عسكري وفقد الرجل ديالو في الحرب العالميه مع الجيش الفرنسي، وبالتالي كان عنده واحد يعني كان عنده واحد التاثير على الراي العام، لانه كان واحد المساله. اذا هذه العمليه تجاوزها الحزب ودخل الحكومه، ولكن داخل الحكومه لم يكن انسجام، ولهذا هذا هو المطلب اللي طلب به الحزب. جوج ديال الحوايج كان طالب به الحزب ديك الوقت، هو الانسجام والبرنامج، في حين انه الحكومه ديال بكاي الاولى لم يكن هناك انسجام، واستمر هذا الامر حتى مع الحكومه الثانيه ديال بكاي. واكثر من هذا، لانه باش حزب الاستقلال انسحب من الحكومه، هو ان سي بكاي اجتمع مع الجبهه اللي كان ديك الساعات تضم خصوم حزب الاستقلال العلنيين، واصدر بيان يؤيد ما تدعو له الجبهه. في ذيك اللحظة اعتبرت اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية ديال الحزب انه ما بقى عندنا ما نزيدو مع سي مبارك، لانه اليوم ولا طرف. حنا قبلناه على انه هو محايد، ولكن اليوم ولات عنده ولا يؤيد الخصوم ديالنا بشكل علني. فتم انسحاب ديال الوزراء ديال الحزب الاستقلال، سي عبد الجليل هو اللي كنقدم الاستقاله ديال الفريق الاستقلالي ديك الساعات في الحكومه، وعلى اثرها سي بكاي قدم الاستقاله ديال الحكومه ككل، الاستقاله ديال الملك محمد الخامس. وبدا النقاش على الحكومه المنسجمه، من على البرنامج، على كيفاش غادي يمكننا نمشيو في بناء الحكومه الثالثه، فاش غتجي الحكومه ديال سي بلافريج. قبل الحكومة ديال سي بلافريج كان نقاش طويل جدا في اللجنة السياسية في الحزب، وكان وجهات نظر تقول بأنه إلا ما كانش الحكومة منسجمة وإلا ما كانش البرنامج ديال الحزب فحنا ما مشاركينش. في الوقت اللي تعرض هذا الأمر على المغفور له محمد الخامس، قال بأنه هو ما عنده اعتراض على تكون حكومة منسجمة، إنما أنا راني عندي واحد الوضع، أنا هو المسؤول الأول. إحنا بلاد مازال ما عندنا دستور، ما عندنا برلمان، ما عندنا هاد السلطات ذات الطبيعة التشريعية والتنفيذية، هي عند الملك، وبالتالي أنا عندي رأي، خص يكون عندي رأي في الحكومة. فجزء حقيقة ملي كترجع المحاضر ديال اللجنة السياسية كل شيء كان مقتنع بصوابية هاد المنطق، ولو أن البعض
كان كيقول بأنه كان عندنا تجربة ديال سي فيما يتعلق باقتراح الوزراء، أن السي البكاي جا واقترح الوزراء على الملك، فكان رد ديال سي محمد الخامس الله يرحمه هو أنه البكاي كان شخص محايد، وبالتالي منين جاب لائحة ديال الوزراء قبلها. الآن تتكلموا على رئيس حكومة من حزب الاستقلال، فأنا على الأقل أنا خص يكون عندي رأي في عدد من الوزراء. وكان ديك الساعة متشبت وزارة الداخلية، وزارة البريد، ووزارة الصحة. وهذا كان نقاش ما بين ممثلين على اللجنة التنفيذية مع جهة الملك محمد الخامس، وكان كيرجعوا للجنة السياسية اللي هي كانت هي الهيئة العليا، وكان نقاش داخل القيادة ديال الحزب. والبعض كان كيثير موضوع ديال الداخلية، تيقول بأنه ما يمكنش هذه الحكومة تمشى إلا ما كانش وزارة الداخلية من الحزب. فاللي وقع من بعد هو أنه تم التوافق مع جهة الملك محمد الخامس على أنه غادي يختار عضو من الحزب يكون وزير الداخلية، ولكن هو اللي تيختاره، وجوج بالنسبة للبريد والصحة هو غادي يعين فيهم. وهذا كان فيه نقاش داخل الحزب، لأنه الأحداث اللي غتوقع من بعد في 59، يعني انقسام، احنا نتكلموا في 58 دابا، الأحداث اللي غتوقع من بعد جزء منها ينطلق من الأزمة اللي وقعت في الحكومة ديال الحكومة دي. فكانت أزمة حكومية وتحولت إلى أزمة حزبية، فكان أخذ ورد أخذ ورد. أغلبية اللجنة التنفيذية والأغلبية اللجنة السياسية، يعني باستثناء المحجوب من صديق الله يرحمه والسي عبد الله إبراهيم والمهدي مبارك الله يرحمه، الباقي كله كان في الاتجاه ديال أنه حنا جهة الملك عنده وضع دستوري ما كاينش، ولكن وضع عملي فيما يتعلق بالسلطات الشرعية والسلطات التنفيذية، وأنه عنده الحق أنه يعين هذا الوزراء ما دام الأمر عندنا رئيس حكومة عندنا الأغلبية، فهاد الوزراء ما غاديش يأثروا على، وإلا بان بأنهم يؤثرون على الانسجام داخل الحكومة فإحنا في حل من هذا الالتزام ويمكننا نقدم استقالتنا ونخرج. فمن هنا بدأت الأزمة، لأن الإخوان الثلاثة ما بقوش كيحضروا الاجتماعات ديال اللجنة السياسية، وبالتالي بدأت كت المسافة كتوسع. ودخل ديك ساعات منين تم الاتفاق مع المرحوم محمد الخامس، دخل سي بلافريج كرئيس الحكومة. ولكن اللي وقع هو الخطر، لأنه ملي تولى سي بلافريج رئاسة الحكومة، أول في الأسبوع الأول دار إضراب عام في رباط وسلة. يلا قال بسم الله، وشكون اللي داير الاضراب؟ داروا الاتحاد المغربي للشغل اللي رئيس ديالو هو المحجوب الصديق عضو اللجنه السياسيه. كتنشر ديك الساعه الاتحاد المغربي للشغل عنده جريده الطليعه، ما يكتب في في في, في من افتتاحيات ومن مقالات وكذا، كله ضد الحكومه في اسبوعها الاول. اللي كان تيار داخل الحزب يرفض تسيير الحزب الحكومي، فهذا هو اللي كان لانه النقاش داخل اللجنه السياسيه كيف ما قلت لك تحسم بالتصويت، لانه وقع واحد المده طويله ديال الكلام، وكل طرف متشبد بالكلام ديالو. ففي نهايه المطاف كان 14 عضو في اللجنه السياسيه مع 3 كونتر 3. إذا كان المفروض أنه هاد ثلاثة كان كما قلت لك كان سي محجوب من صديق، وكان مهدي مبركة رحمه الله، وكان عبد الله إبراهيم رحمه الله جميعا، اللي كان عندهم رؤية أخرى. وهذا كان المفروض أن النقاش خصو يبقى داخل الحزب، المفروض أنه حكومة كيقودها الأمين العام ديال الحزب كيخص جميع الهياكل والمؤسسات ديال الحزب تكون كتأيدها، فهذا لم يحصل. وهنا بدأ الخلاف داخل الحزب. ورغم المبادرات اللي دارت من بعد، ورجعوا الإخوان إلى الاجتماع في الجنسية، وتم الاتفاق على عقد المؤتمر
في 11 يناير 1959، وتشكلت لجنة رباعية كان فيها قاسم الزهيري رحمه الله، وكان فيها منصور، كان فيها بناني، كان ظهر اسم الرابع غاب عليا. كانت اللجنة فيها جوج من هذا الطرف وجوج من هذا الطرف، يعني الطرف اللي فيه ثلاثة ديال الأعضاء اللجنة السياسية يمثلون بعضوين في اللجنة السياسية، والباقي الأغلبية ديال اللجنة السياسية يمثلان أيضا بجوج ديال الوطني. والكتابة ديال هذه اللجنة كانت موزعة ما بين قاسم الزهيري وما بين تيظهر لي سي منصور. وهذه اللجنة الرباعية هي اللي تولت المسؤولية ديال تحضير المؤتمر، وكانت لا تقرر شيئا إلا بالإجماع أو إلا بثلاثة ديال الأعضاء. وحنا كنقولوا راه جوج الأطراف ممتلين، يعني كل واحد عنده جوج. إذن تم الاتفاق على كل القضايا، ومن بين الخلافات اللي كانت ديك الوقت هي جزء من ويا لي الصدف اليوم في الحزب اليوم كاين هاد النقاش ولو بطريقه اخرى، هو الناس اللي هما اعضاء بالصفه في المؤتمر واللي هما لجنه تنفيذيه ولجنه سياسيه وعدد ممثلين ديال الموقعين على الوثيقه، واحد عدد ديال الاعضاء تقريبا كان في واحد حدود ديال 100. كان نقاش واش هاد الناس يكونوا مباشرة في المؤتمر أو لأنهم خصهم يكونوا في الفروع ديالهم، في علما أن جزء منهم القيادة ديال الحزب اللي ما عندهاش العمل اليومي داخل الفروع ديال هذا، لأنه بطبيعة المهام ديالها وطبيعة المسؤوليات ديالها. وكان نقاش على العضوية في الحزب، ووصلوا إلى الرقم اللي قلت لك اللي تحصر، لأنه وقفوا انخراطات في الحزب باش ما يوليش الهاجس هو المؤتمر. وكان يعني التقسيم اللي كان هو ممثل على كل 20,000 عضو اللي هما كما قلت لك 1,537,000 عضو منخرط بالبطائق ديالهم في الحزب في 17 المفتشيه اللي كانت ديك الساعات. اذا كان المفروض كانت الامور مهيئه باش نمشيو للمؤتمر، باش يمشي الحزب المؤتمر ديالو، وان المؤتمر يفصل فهاد الخلافات كلها، فهاد الرؤيه للمشاركه ديال الحكومه ولا غيرها، ان المؤتمر سيدو نفسه يتخذ القرارات اللي بغى، يأيد اللي يأيد ويرفض اللي يرفض. قبل الوصول الى المؤتمر حدث انتخاب، قبل الوصول الى المؤتمر ديجا قلت لك الجو اللي كان، يعني الطليعه ما كانتش مهبطه اليد فيما يتعلق بالحكومه، جات الحكومه ديال عبد الله ابراهيم. اذن وصلنا ان في اللجنه الرباعيه وقع انقسام، جناح ديال الاخوان اللي داروا انشقاق من بعد خرجوا ببيان تيقولوا بانه يتعذر انعقاد المؤتمر لانه الطرف الاخر ما تعاونش كذا 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 كذا. وكان جواب ديال الاعضاء الاخرين ديال اللجنه التحضيريه اللي يعني قاسم الزهيري والعضو الاخر ما بقيتش استحضر الاسم ديالو، انه سردوا جميع الوقائع منذ تشكيل ديال اللجنه الى الاعلان ديال الاخوان اللي كان ديال منصور وغيره اللي كان في 10 يناير تيقولوا تعذر، انه في حين انه نهار 11 كان تجمع ديال الجامعات المستقله للحزب الاستقلال اللي غتاخذ اللي صافي كان هو تقريبا المؤتمر التاسيسي ديال الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه. فهذا هو هذه الاجواء اللي ادتنا الى الانشقاق، وما تلا الانشقاق بطبيعه الحال من خساره بالنسبه للوحده ديال الحركه الوطنيه، ولكن يظهر لي بانه كانت هناك خلافات فيها طابع شخصي وفيها يمكن البعض كان عنده سوء تقدير فيما يتعلق بالرؤيه للدوله والمؤسسات ديال الدوله وبناء هذه المؤسسات في ظل واحد السياق وطني اللي كلشي كان كيعرفوا. وهذا الاختلاف في الرؤيه غيمتد الى الدستور، واش المجلس التاسيسي، واش الدستور ممنوع. اذا بقى هذا النقاش خاصه في موقع المؤسسه الملكيه من هذا الشيء كله. اذا بقى هذا جزء من الاخوان بقاو في هذا في الاتجاه. ولا باش نرجع انه في ثلاثه الاخوان اللي تكلمنا عليهم قياده ديال الحزب اللي كانوا في سي عبد الرحيم بوعبيد شارك في الحكومه ديال برافريش، نعم، وكان نائب رئيس الحكومه ووزير الاقتصاد الوطني، ومن بعد التحق بالاخوان اللي مشاو في يعني اللي كان اختيار هو انه يتاسس حزب اخر.
ربما هذه المسألة ديال الانشقاق كانت غير حتمية تأجلت، لأن المنطق ديال حزب الاستقلال في البداية كان عبارة عن جبهة موسعة تضم مختلف الحساسيات و... حتى في حتى حتى شوف أنا ما زعما في حقه كنت واحد الوقت كان 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 بني على هاد على هاد المعطى، ولكن ملي كتجي تشوف التركيبة ديال الاتحاد الوطني للقوى الشعبية من بعد أيضا صحيح أنه كان فيها جزء من الطبقة العاملة واللي بقات في حزب الاستقلال وبقات في, كانوا شخصيات سلفية في الاتحاد الوطني للقوى الشعبية حزبية ساري فهمتي؟ يعني أنه التركيبة ما وقعش فيها شي شي، وحزب الاستقلال من بعد وثيقة التعادلية واحد العدد ديال الأعيان والناس اللي ما عندهم إمكانيات كبيرة وكذا خرجوا من الحزب، يعني اعتبروا بأن حزب شيوعي وكيدعو إلى تأميم ويدعو إلى كذا وإلى كذا. إذن التركيبة وهذا من بعد تجي تشكل الكتلة الوطنية من بعد ويكون موقف من الدستور ديال 70 وكذا غتولي بأنه راه تقريبا نفس الرؤية للأحداث والأشياء. ولهذا أنا كنعتقد بأنه كما وقع في كتلة العمل الوطني أنا كنظن بأنه جزء من النخبة ديالنا في الحركة الوطنية ما كانش كتقبل اللجوء يعني الديمقراطية فيما يتعلق بالاختيارات، لأن ملي كنرجعوا الخلاف اللي وقع ما بين زعيم علي الفاسي وزعيم محمد الفاسي تنرجعوا الى التصويت اللي وقع على القيادة الحاكمه، ملي كنرجعوا للخلاف اللي كان في اللجنه السياسيه كنرجعوا الى التصويت اللي وقع في اللي اعطى اقليه، فما كانش ما 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 كانش القبول بهذا 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 الامر. حاجه اخرى اللي تكلمتي عليها ما ما مع الاسف ما على دوامه ديال الشوريين وديال دوامه العنف، هذه دوامه ديال العنف طبيعيه في كل الدول اللي كتخرج كيف ما قلت من مرحلة ديال الصراع وديال إثبات الوجود ديالها، والأخطاء كانت من من يعني من الطرفين لا من الشوريين ولا من الـ من الـ من الاستقلاليين، هذا الواقع اللي كان. هذه الروايات اللي وقعت في بعض المناطق محددة وغيرها هذا لا يعفي بأنه إنا ملي كنقولوا على حزب فيه 1,537,000 شخص راه ما تيمكنلكش تضبط السلوك ديال الافراكين افراد اللي عندهم صراعات غير عائليه وصراعات قبليه في المناطق ديالهم، ولات صراع بين ولات غير لان هذا صادف انه استقلالي وهذا شوري، ولا الموضوع هو صراع بين حزب الاستقلال وحزب الشورى، في حين انه للحقيقه التاريخيه حزب الشورى لم يكن منافسا سياسيا لحزب الاستقلال على الارض في الميدان يعني في والدليل هو انه حزب الشورى والاستقلال بقى مرتبط بزعيم محمد بحسن الوزاني وانتهى بنهايته، بل اكثر من هذا انه واحد العدد ديال الشوريين من بعد كانوا في الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه. اذا الفكره اللي بغيت نقول بانه بعض الاحيان ربما كانوا كندخلوا في اما كنقبلوا العمليه ديال بعد الخط العمليه ديال التصويت وعمليه ديال الانتخاب ربما يمكن ما كتكونش محله في بعض الاوقات، او لا انها عندما تكون الاختيار الاخير فكل الاطراف خصها تقبل بالنتائج ديالها حفاظا على الوحده. مع الاسف التجربه التاريخيه تبتت بانه عدم القبول بهذا بالتصويت داخل الهيئات ادى الى نتائج اللي هي غير محموده سواء فيما يتعلق بنشاه حزب الشورى والاستقلال او فيما يتعلق بنشاه الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه. صراع مع حزب الشورى والاستقلال افضى الى دوامه من العنف. هل كان لدى حزب الاستقلال نوع من الرغبه في الهيمنه على المشهد السياسي افضت الى هذه الاحداث؟ هذا غير ممكن، لانه اولا ما يمكنش على الأقل بعد الكلام ما يمكنش يتقال على حزب الشورى والاستقلال وما يمكنش يتقال على الاتحاد الوطني للقوى الشعبية، لأنه حزب الشورى والاستقلال تأسس وحنا باقين في ظل الاستعمار، إن الخلاف اللي كان كنا كنقول لك الجذور ديالو من 34، بمعنى أنه شكون اللي تيهيمن؟ يعني من 34 كان حزب الاستقلال تيهيمن في كان التنافس على الوطنية وعلى شكون يمثل المغربية، ولكن غيهيمن علاش غيهيمن؟ ما عنده لا دولة لا مؤسسات ولا ما بعد الاستقلال لا احنا جايين لا غير تنقول لك على انه هذا سبب ماشي سبب. الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه هذه قياده حزب الاستقلال، شكون هو المحجوب من الصديق؟ شكون هو عبد الرحيم بوعبيد؟ شكون هو عبد الله ابراهيم؟ شكون هو
يعني مبركة. يعني واحد العدد ديال الاسباء هادو كلهم قيادات حزب سهل، ماشي جاوا من من ماشي. وهاد القيادات راه ملي كنتكلموا على احداث اللي وقعات ولا كذا، راه الناس يشيرون لهم بالاسماء اللي هو غير ما. إذن هذا حزب الاستقلال، وانا ضد انه شي حد يجي ويقول هذا لا معنى. انا كنقول بانه برؤيه موضوعيه راه ما تيمكنش في بلاد كتخرج حديثات العهد بالاستقلال وانه الناس كتنافس على التمثيليه في غياب مؤسسات في غياب هادشي، راه ما وقعش غير في المغرب، وراه حنا وقع عندنا باخف الاضرار. الناس راه هادشي نتج عليه على باكستان كي خرجت من الهند، على بنغلاديش كي خرجت من الهند، راه الصراعات كانت كبيره وكبيره جدا في الدول المماثله. حنا ملي كنجيو نشوفوا الاثار ديال هادشي راه لا شيء يذكر. فيما يتعلق بالظاهر الحريات العامه، راه صدر في عهد الحكومه ديال بارافريج 58، الا كان هذا الحزب يريد الهيمنه كدر هو هيمن. واش اللي عنده اكثر من 30% من عدد السكان منخرطين فيه لو كان بغى يهيمن؟ لو كان بغى يهيمن هو ملي كانت المشاورات في اكس ليبان، علاش علاش يتشبت بمحمد الخامس؟ هنا كان هذه الهيمنه. نهار بورقيبه مشى يتفاوض، هو اللي حيد النظام الداي من 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 من, من وهذه كان عندها اثار سلبيه على المغرب، لانه المغفور محمد الخامس ملي قدم العهد الملكي كانت فيه واحد برنامج سياسي واضح ديال بناء دوله ديال المؤسسات والدستور والانتخابات وغيرها من المجالس المحليه وغيرها. ولكن ما وقع في تونس كان له تاثير سلبي، وكان من حق المؤسسه الملكيه انها ما تثقش في الحركه الوطنيه، لان ما عندك حتى شي ضمانه انه ما وقع مع الملك فاروق في القلب ديال الضباط الاحرار. اذا ما خصناش نحيدوا واحد الوضع ونزعوا على السياق ديالو اللي كان سنوسي، واخا جا في فتره متاخره ولكن كانت الموجه في العراق. اذا كانت واحد الموجه ديال القوميين ديال عبد الناصر يعني السرديه اللي كانت، كان الصوره النمطيه. صحيح ان المكيه في المغرب كانت محصنه على هذا الشيء لانه كانت عندها ادوار وطنيه واضحه ورياديه، والملك اللي تنفى وهذه سابقه ما كايناش في 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 دول اخرى ومختلفه، لا الاسره ولا التاريخ ديال الدوله ولا كذا. نظام الباي كاين جزء من الاياله العثمانيه، العراق كان الناس غير اسره طارئه، السنوسي ايضا كانت عائله بسيطه بحقها، التطور ديالها ايضا في سوريا نفس الوضع. المغرب كان غير، ولكن مع ذلك كانت موجه بغينا ولا 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 كرهنا. وهذا تيردني ايضا باش مثلا الزعيم علا الفاسي ملي كان في القاهره مكتب المغرب العربي، الزعيم علا الفاسي وقع في خصومه مع عبد الناصر، لانه منين وقع الانقلاب ديال الضباط الاحرار علا الفاسي كان الراي ديالو ان الجيش المكان ديالو هو التكنت، ميمكنش الجيش يشد السلطه المدنيه، وهذا كان موقف مرفوض من قبل عبد الناصر ومن قبل الضباط الاحرار. فاذا هذا هو الفكره. اذا الهيمنه على ماذا؟ نعم، اذا حزب الاستقلال ولا المغرب في تلك المرحله يعني خرج باخف الاضرار. انا اعتقد بانه خرج باخف الاضرار. نعم. وان كل الاطراف كانت تتاثرها نزعه وطنيه وقدرت انها تمر من هذيك العنق الزجاجه باقل التكاليف وباقل الخسائر. وهذا انعكس على بلادنا من بعد، بقات بلاد موحده، بقات بلاد عندها المقومات باش يمكن لها تكون دوله قويه، والحمد لله هذا الشيء اللي كان نعيشوه اليوم هو من ثمار هذه المرحله. لو كان يعني صراع كيف ما كنتكلموا عليه قوي وجذري ولعبه صفريه، ما كناش نكونوا في هذا الوضع اللي احنا فيه اليوم. شكرا لك سي عادل بن حمزة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم في حلقة أخرى من بودكاست أوراق زمان على مدار 21. شكرا لكم على طيب المتابعة.